أثارت التدوينات التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة والترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أثارت موجات غضب لدى جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب الجماهير باستقالة محمود الخطيب من رئاسة النادي. وأكدت تدوينات آل الشيخ التدخل السعودي المباشر في انتخابات أكبر الأندية المصرية، بالإضافة إلى محاولات الخطيب للحصول على أكبر دعم مالي من الأموال السعودية لحل مشاكل الأهلي. وجاءت تلك التصريحات عقب اعتذار آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للنادي. إذن توترات عديدة شهدتها علاقة رئيس الهيئة العامة للرياضة والترفيه السعودية تركي آل الشيخ بجماهير الأهلي بسبب تصريحاته المثيرة وتدخله في قرارات النادي وتفريغه من نجومه، فيما مثلت فضيحة تحويله مسار الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الأهلي إلى تدريب اتحاد جدة السعودي نهاية علاقته بالأهلي كرئيس شرفي. هي ليلة التخلص من الكفيل السعودي بلا رجعة، وانتصار جماهير الأهلي بعد سلسلة من التدخلات أفضت إلى كثير من الإخفاقات والهزائم. اعتذر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد فضيحة تحويل مسار الأرجنتيني راموس دياز من تدريب الأهلي إلى تدريب اتحاد جدة السعودي واعترافه بتدخله رسميا لتحويل الصفقة. دياز اللي صار لما قال نواف ابغاه، لا والله الفرق السعوديه اولى، وخلاص شلتوا انتم ميثاق الشرف، وش يعني خلاص لا هذا ممنوع في السنه. كانت تلك التصريحات كفيله بتفجير براكين الغضب لدى عشاق ومحب النادي الاهلي في مصر والوطن العربي، فضلا عن قوله ان احد الانديه العربيه يمكن شراؤه بالمال، ليتصدر هاشتاج تركي برا الاهلي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت عبارات مؤيده لقرار اعتذاره عن رئاسه النادي الشرفيه وساخطه على تصريحاته المسيئه لنادي القرن. علاقة آل الشيخ بجماهير النادي الأهلي مرت بكثير من حالات الشد والجذب بسبب تصريحاته المثيرة من وقت لآخر، والتي كان أبرزها التأكيد على جاهزيته لإحضار جهاز فني عالمي لقيادة الفريق والتتويج ببطولة إفريقيا، وتلميحاته المستمرة بشأن مشاركته في إنشاء مدينة رياضية متكاملة للأهلي. وبالتوازي مع تلك التصريحات التي لم يتحقق شيء منها على أرض الواقع، عمد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية إلى تفريغ الأهلي من نجومه في انتقالات الشتاء الماضي لصالح الأندية السعودية، بدءا من صالح جمعة وعمر بركات بجانب مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، وانتهاءا بإتمام صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي وتوقيعه لمدة موسمين. صمت رئيس النادي محمود الخطيب وغضه الطرف عن تلك التجاوزات اتضحت معالمه في بيان مطول لآل الشيخ كشف عن دعمه لحملة الخطيب إبان انتخابات النادي السابقة بأكثر من 5 ملايين جنيه، وتدخله في حسم صفقات لاعبين على حساب غريمه الزمالك، ليبدو المشهد وكأنه مباراة أخلاقية فازت فيها جماهير النادي العريق على حساب الخطيب وكفيله.